مشاهدينا الأعزاء، وبيسعدنا أن يكون لقائنا على الهواء مباشرة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية والعلاج بالليزر. أهلا بيك معنا يا دكتور. والحقيقة إحنا أول ما أعلننا في الفقرة اللي قبل كده أنه في التخصص حضرتك في الأمراض الجلدية وجراحة التجميل، جالنا اتصال تليفوني فهنبدأ بيه على طول. ألو ألو الو، ايوه ايوه مساء الخير. مساء النور، ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ مع حضرتك، اتفضلي. ايوه يا دكتور، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. انا كنت وانا صغيره كنت بقع كتير، ففي اثار جروح في رجلي، في ركبتي. اثار جروح في ركبتك؟ ايوه. فانا مش عايزه الجا للجراحه، يعني كنت عايزه اسال اذا كان الليزر ممكن يفيدني في الحكايه دي ولا لا. يعني هي اثار جروح بسيطه بس مديها منظر يعني شويه، يعني مش كويس. هو الحقيقة لو احنا اتكلمنا على اثار الجروح بصفة عامة، فالجروح ليها ثلاث طرق للعلاج. بداية ان احنا بنبدأ ببعض الكريمات الموضعية او مواد من مشتقات السيليكون اللي هي بتحاول تعمل خمول في مكان الجرح. مرورا بالجراحة التجميل، ده الطريق الثاني، ان لو كان الجرح ليه منظر معين او ارتفاع معين عن سطح الجلد فاحنا بنضطر ان احنا نتدخل بالنسبة لجراحة التجميل. انما في طريق جديد ايضا ممكن يدي نتيجة، زي ما انا شايفك انت مش عايزة تلجأ الجراحة، ان في بعض الحالات لبعض انواع البشره ممكن يتم ازاله هذا الجرح بنسبه عاليه جدا عن طريق المعامله بالليزر. عايزين بقى نتوقف مع حضرتك عند العلاج بالليزر ده. يعني ازاي ممكن نستفيد بالليزر في مساله التجميل؟ لا، هو الليزر ده ثوره عاليه جدا الحقيقه، عباره عن ان انا بستخدم الضوء العادي الصادر من اي ماده واعمل له تضخيم عن طريق تنشيط الانبعاث الاشعاعي. الليزر ده بيفرق على حسب نوعه، يعني مثلا على سبيل المثال الليزر اللي مصدره غاز ثاني اكسيد الكربون اللي احنا بنسميه ليزر ثاني اكسيد الكربون، ممكن استخدمه في الوجه في علاج حب الشباب والاثار الباقيه له، او في علاج تجاعيد الوجه. في نوع ثاني من الليزر اللي هو الروبي ليزر او ليزر الياقوت، ده ممكن انا استخدمه في ازاله الشعر الزائد عند المراه اذا كان في اماكن محدده. في نوع ثالث من الليزر زي الارجون ليزر، ده ممكن استخدمه في علاج الوحمات الدموية او البقع الغامقة والالوان او الوشم وهكذا. سيادتك ان الليزر ده مجال مفتوح، بنقدر نستخدمه حسب نوع الجلد اللي قدامنا وحسب طبيعة المرض. الحقيقة حضرتك على ذكر البقع في الوجه، فجالنا اتصال تليفوني اثناء اذاعة الفقرة السابقة عن علاج البهاق، هل في علاج ليه ولا لا؟ هو بداية البهاء عبارة عن مرض جلدي، ان في المواد المسؤولة عن لون الجلد اللي هي خلايا صبغيات الجلد بتكون مش موجودة، وسببها لغاية دلوقتي احنا ما نعرفوش، لانه بيكون سبب من ثلاثة. ممكن يرجع نمرة واحد لنظرية العامل النفسي، ويرجع للسبب الثاني ان في كسل في الغدد الصماء وبالذات الغدة اللي موجودة في الرقبة، الغدة الدرقية، وده اذا نقص افرازها ممكن يؤدي الى هذا المرض. وممكن النظرية الثالثة اللي هي أحدثهم اللي هي نظرية المناعة الذاتية، إن في نقص أو زيادة للمناعة في مكان معين من جسم الإنسان تؤدي إلى هذا المرض. الحقيقة مرض البهاء ده في محاولات كثيرة لعلاجه. ابتدينا الأول إن احنا نشيل المكان اللي فيه البهاء، ويا إما بنخيطه يا بناخد له رقعة جلدية، وده في مجال جراحات التجميل. وجدنا إن تلتين الحالات بتمر على خير، لكن تلت الحالات ممكن يرجع في نفس المكان نفس المرض بعد فترة زمنية محددة. عايزين بقى نأكد على النقطة دي، إنه ممكن بالجراحة يرجع تاني بعض الحالات، في بعض الحالات. طب ازاي ان احنا ممكن يعني نحمي مرضانا؟ ما هو الكلام من الموضوع ده، هو سيادتك يعني ده يؤكد كلامي اللي قلته في الاول، ان في حاجه اسمها نظريه المناعه الذاتيه، ان في المكان اللي فيه نفس البهاء في اجسام مضاده بتاكل الخلايا الملونه، فلما بتجيب لها اجسام جديده لا زالت الخلايا الملونه اللي موجوده تحت سطح الجلد شغاله. طب يبقى الحل ايه في الحاله في طريق تاني بقى، اللي هو ان احنا بنحقن خلايا صبغات نباتيه. دي واخده موافقه كل الهيئات العالميه، FDA في امريكا وكندا والحاجات دي، خلايا ملونه لونها يشبه الجلد، بحقنها في مكان البهاء، دي ممكن تدي نتيجه عاليه، بس مشكلتها انها بتحتاج لكذا جلسه. وفي الطريق الجديد جدا جدا، ان احنا بناخد ما يسمى خلايا شرايح دقيقه من جلد الانسان، ونفتتها كانها نقط، ونزرعها في الاماكن اللي فيها البهاء، ونسيبها بتتفاعل مع الاجسام المضاده دي، وتبتدي على مدى 5 6 شهور الجلد ينتشر وياخد اللون. فده يعتبر برضو ثورة في علاج هذا المرض. الحقيقة هو تخصص حضرتك يمكن مجاله واسع، وخاصة في مجال التجميل في نوعيات مختلفة من عمليات التجميل. أنا عايز أعرف هل في مصر في اتجاه معين، أو نقول في غالبية
أو غالبية المرضى بيتجهوا لعلاج شيء معين أو لتجميل شيء معين، لأن كل بلد بيبقى لها خصائص معينة خاصة في مجال التجميل. لا احنا والحمد لله مصر دلوقتي بقى فيها نهضة اقتصادية عالية جدا، وبقى التجميل ده موجود في كل تخصص في كل مجال. يعني سيادتك لو نزلت للشعر هتلاقي في مجالات التجميل موجودة في جراحات مختلفة، لو نظرت للأنف بنلاقي جراحات التجميل المتقدمة، للأذن لشد تجاعيد الوجه، لتكبير او تصغير الثديين، لشفط الدهون او جراحات استئصال الدهون او جراحات تدبيس المعده. كل جزء في جسم الانسان له المنظر الجمالي الافضل وله جراحات التجميل المتخصصه. يعني برضو احنا عايزين هنا في برنامج دنيا نتكلم عن رشاقه المراه ورشاقه المراه المصريه بالتحديد، لانه يمكن في بعض الاكلات الدسمه، في بعض العادات الخاطئه اللي بتخلي المراه يمكن بعد وقت معين تفقد رشاقتها، امتى تلجا لاخصائي جراحه التجميل؟ هو الحقيقه المراه اذا حافظت على ثلاث نقط اساسيه عمرها ما هتلجا لجراحه التجميل. النقطه الاولى ان هي يكون ليها اسلوب غذائي محدد، والنقطة الثانية ان يكون ليها اسلوب رياضي محدد، والنقطة الثالثة ان يكون عندها قوة ارادة. اذا الست حافظت على طريقة اكلها وحافظت على الاسلوب الرياضي ولو على الاقل المشي لمدة ربع ساعة صباحا ومساء، وكان عندها قوة ارادة، عمرها ما هتشوف دكتور تجميل، لازم هتحافظ على شقتها. انما اذا بطلت في واحد من هذه الاساليب هتقدر تقرب وتبقى صديقة لطبيب التجميل. بالتأكيد احنا بنشكر حضرتك على هذه المعلومات، وبالتأكيد طبعا في العديد والعديد من الاستفسارات، فان شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة مع حضرتك. شكرا. دلوقتي احنا بننتقل لفقرة اخرى خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.